بتحط ده يا بوت في أجدلة. الأجدلة اللي هنا دي عبارة عن بيراميدال سبيس، لو ابيكس ولو بيز ولو فور وولز، عامل زي الهرم كده، ابيكس فوق وبيز وانتيريو وول وبوستيريو وول وميديال وول ولاترال وول. اوكي، الابيكس دي اللي هي فوق دي ابيكس، الابيكس كونكتد ليه؟ للنك. ليه؟ عشان ترانسميت النيرفس من النك للاكزيلا للابر ليمب. يبقى الابيكس دي عشان في ايه؟ يعدي فيها ايه؟ النيرفس او الاعصاب اللي جايه من النك وجايه من السباينال كورد للايه؟ للابر ليمب. يبقى يعتبر ايه؟ جيت واي تو باس باسج اوف ايه؟ نيرفس تو ذا ايه؟ ابر ليمب. يبقى عندي دي الايه؟ الابيكس. طب البيز فين البيز؟ كلنا من ايه؟ بنحس اهو البيز ايه؟ هنا اهي. اللي هي سكن وفاشيا. يبقى انا عندي ابيكس فوق توصل للايه؟ للنك وبيز كفر بسكن وايه؟ وفاشيا. ادي انتيرو وول اهي. ايه المصل اللي كانت هنا في الانتيرو وول؟ ايه المصل في الانتيرو وول؟ انا بسال المصل او ذا بيكتورال ليجن اللي في الفيرست ليكتشر كان كام مصل؟ فور صح؟ كان بيكتورس ميسون بيكتورس ماينور والساب كريفيوس والسيرفيتاس انتيريو مصل. تمام؟ في المكان ده في الانتيريو وول عايزين ديليت 1 نلغي واحده من الاربعه دول. ديليت مين؟ تخيل الصوره وانت بيكتشر عندي فور مصر ميزو ماينو سبكريبيوس سيرفيتس ديليت 1. الميزو جايه كده صح؟ والماينو تريانجولار كده والسبكريبيوس لوك لابت والسيرفيتس في السايد وول صح ولا لا؟ يبقى انا في الانتيو وول هنا اشيل مين؟ السيرفيتس. يبقى الانتيو وول معموله ب بيكتوريس ميزو مصر بيكتوريس ماينو الساب كليبيوس وقلنا الفاشيا اللي احنا كنا دلتناها اللي اسمها كليف كوبيكتور فاشيا. كليف كوبيكتور فاشيا دي بتمسك ماسكه في الكلافك فوق وانكلوز البكتوريس ماينو مصر، مش مشكله التفاصيل بتاعتها. نيجي بوستيريو وول. بوستيريو وول فاكرين السودا مصر؟ كان عندنا ديستويد سوبا سباينيتاس انفا سباينيتاس ساب سكابولاريس تيلس ماينو تيلس ميجر. عايزين 3 تبقى مصر من دول. تخيل اماجن المصر دي فين واختار ثلاثة منهم او اثنين، يعني في واحدة تانية ما خدناهاش قبل كده. طب تعمل مع بعض ديستويد تعمل بوستيريو وول في اكزيلا. طيب سوبا سباينيتاس وانفا سباينيتاس. طب سوبا سبانيتاس انفا سبانيتاس ساب سكابولاريس مين منهم؟ ليه؟ من ساب سكابولاريس ان فرونت اوف ذا سكابولا يبقى هتعمل لي بوستيريو وول اوف ذا اكزيلا، انما السوبا انفا سبانيتاس فين؟ بهايند ذا سكابولا. تمام؟ يبقى كده ايه؟ اثنين. وبعد كده عندنا تيبس ماينو وتيبس ميجور. تيبس ماينو وتيبس ميجور الاثنين عاملين كوسن من السكابولا ورايحين لفين؟ للهيومس صح ولا لا؟ بس في واحده لفه انتيريو وفي واحده لفه ايه؟ بوستيريو. تبقى مين؟ الميجو. الميجو. وفي عضله ثالثه بقى كنا اسمها لاتيسمس دوس كانت جايه منين؟ من الباك ورايحه فين؟ على الابر لينك او رايحه على ايه؟ على الهيومس. يبقى في مصر ثاني ساب سكابولاريس ميجو لاتيسمس دوس. الميديا الاولى اهو حط ايدك كده في الميديا الوول. ايه الميديا الوول؟ ايه اللي انت ماسكه في الميديا الوول هنا؟ السيرفيتس. وايه تاني؟ الريبس. يبقى الايه؟ الريبس والسيرفيتس انتيم. طب نروح للقطه الاول هنا، دي اللقطه الاولى هنا. هنا مين؟ الهيومرس. تمام؟ والهيومرس فيه تو مصل في الارم لسه ما خدناهمش، حاجه اسمها كوادرو باكيالس مصل لسه ما خدناش في الايه؟ في الارم والبايسبس. تمام؟
يبقى نقول تاني، يبقى الانتير وول انا عندي فور مصل موجودين في البيكتورال ريجن، ديليت مين؟ السيرفيتس اللي يبقى عندي بيكتوريس ميجر بيكتوريس ماينور والصب كليفيس مصل والفيش. طب البوستيريور صب سكابلاريس والتيرز ميجر واللاتنس مصل دوز. تمام. نيجي بعد كده الميديال وول سيرفيتس انتيريور والريبس، اللاترال وول الهيومرس، وفي تو مصل ما خدناهمش لسه اسمها بايسبس والكوادرو فاكيرس. عندي حاجه اسمها انتيو اكزيليا فولد وحاجه اسمها بوستيريو اكزيليا فولد، كل دي الانتيو وول. بس لما اجي امسك الحته دي كده ميك هوت ذيس بيس اوف سكين وش مصل اي هولد ات ناو، ايه المصل اللي مسكت الانتيو؟ عندنا تري مصل ميزو ماينو سب كليبس واحده بس ميزو ميزو اي هولد ات، يبقى اكزيليا فولد اللي هو الفولد اللي انا ماسكه في ايديا، يبقى انتيو اكزيليا فولد اللي هو الايه الفولد اللي انا ايه الفولد ايه كويس ما يهمش. طب البوستيريو فولد عندنا تي مصل سب تيلس لاتيزمس تو مصل فروم تعمل لي البوستيريو اكزيليا فولد. السب سكابلاريس على البون، انما مين اللي عامل كروسنج؟ لاتيزمس دوس جاي من الباك وطلع، والتيلس ميس برضك عامل لك كروسنج منين؟ من السكابلا رايحه للهيومس، انما السب سكابلاريس على البون مباشره. يبقى لو انا عملت هولد البوستيريو فولد كده الماي هاند لما امسك حاجه بدايه كده من ورا هيبقى مين؟ اللي ده فروسي ومين التيمز ماشي. فعشان تو نو ذا ديفرنس بتوين انتيريو وول وانتيريو فول وبوستيريو وول وبوستيريو فول. تمام؟ يبقى نقول تاني، يبقى احنا عندنا الانتيريو وول معموله بايه؟ بالتويلت فيزو ماسل، وعندنا من فوق هنا بالتويلت ماينو والسب كليبيز والفيش. البوستيريو وول السب كابلاريس اللي تزنص دوسي والتيرس بيس دي الوول، الميديال وول السيرفيتس انتيريور والريبس، واللاترال وول الهيومرس وتو مصل بايسبس وكواكو باكيرس. الانتيريو اكزيليا فولد اهو معمول بايه؟ بكتواليس بيس. البوستيريو اكزيليا فولد معمول بايه؟ لاتيزمس دوسي والتيرس بيس. تمام كده؟ طب ايه الكونتنت بقى اللي عندنا؟ اين سبيس في الاناتومي؟ كونتنت في اني سبيس اناتومي يبقى ارتري نيرف فين والليمف نود مين. ممكن يبقى في سبيشال كيس حاجه زياده، لكن هما دول لو بعض حاجات ثلاثيه. طب الارتري اللي هنا هيبقى اسمه ايه؟ اكزيلاري ارتري، والفين اسمه اكزيلاري فين. النيرف هنا اسمها بريكيال بليكسس. يعني ايه بريكيال بليكسس؟ يعني طفيله عصبيه اسمها بريكيال بليكسس اللي هتصبلاي الابر ليمف كلها. يبقى بيكيا بليكسس عباره عن ايه؟ عن نعرفها دلوقتي نيرفس ويتش سبلايز لايه؟ لابر ليمف. في اكزيلاري ليمف نودز زي ما اتفقنا، والزياده هنا ايه؟ اكزيلاري تيبو سيرفيس. يبقى انت عندك قاعده عامه، اي سبيس في الاناتومي هيكون فيه ايه؟ ارتري وفين ونيرف وليمف نود. خدها قاعده عامه جدا. وفي حاجه سبيشال للمكان نفسه. اكوردنج للسبيس. هنا الحاجه السبيشال ايه؟ الاكزيلاري تيبو زي ايه؟ بس. لكن عندي اكزيلاري فين اكزيلاري ارتري اكزيلاري ليمف نود والنيرف بس مش اكزيلاري نيرف اسمه ايه؟ بريكيال بليكس. تمام؟ طيب زي ما انتم شايفين ادي الاكزيلاري ارتري والاكزيلاري فين، وهنا البريكيال بليكس اللي هي اللون الجرين ده دي البريكيال بليكس. ادي الاكزيلاري فين اهو برضك. نتكلم بقى على البريكيال بليكس. زي ما انتم فاكرين النيرفس في البادي عندنا ايه؟ بريفرال وعندنا كرينيا. البريفرال جايين منين؟ من سباينال نيرفس اللي هم 31، وال 31 دول يا اما سوماتيك يا اما موتور يا اما ايه؟ ميكس. تمام؟ نيجي بقى عشان نتكلم البريكيا بليكسس دي هتبقى كرينيال ولا سباينال؟ هتبقى البريكيا بليكسس الاوزن بتاع البريكيا بليكسس كرينيال ولا سباينال؟ تبقى السباينال نيرفس دي. تمام؟ تبقى جايه منين؟ السباينال نيرفز. السباينال نيرف اني بارت ان ذا بادي هتتكون ازاي؟ اول حاجه لو عملنا كروس سكشن للسباينال كورد هنلاقي السباينال كورد كونتين دورسال هون بيبقى سنسوري وفنترال هون موتور. لو عملت كروس سكشن في السباينال كورد هلاقي الدورسال هون ايه؟ سنسوري
دو سال اس وسنسي والفنتر هون ايه موتر تمام. كل هون من دول هيطلع وود، يبقى الدورسال وود هيطلع دورسال وود والفنتر وود هيطلع ايه فنتر وود. الدورسال وود ده هيبقى موتر ولا سنسي؟ سنسي. والفنتر وود موتر تمام. كومباين وتشيس اخر تمام عشان يعمل لي سباينال نيرف. السباينال نيرف ده موتور ولا سنسري ولا ميكس؟ ميكس تمام كده. السباينال نيرف ده مفروض سبلاي الفنترال بارت اوف ذا بادي والباك اوف ذا بادي، يعني كل الايه الباطن الحاف وذا بادي. عشان كده ديفايدد انتو ايه فنترال ريمال ودورسال ريمال. فنترال ريمال سبلاي الباك اوف ذا بادي والفنترال ريمال سبلاي الايه الانتيريو اسبكت اوف زي الباطن تمام. الدورسال ريمال هنا هيبقى سنسري ولا موتور؟ الدورسال ريمال هنا موتور ولا سنسري؟ والاوزي بتاعه ايه؟ اللي بحبه هو ايه؟ يبقى احنا عندنا سباينال كورد في دورسال هورن سنسوري و فنترال هورن موتور. الهورن ده جيب بريس وين دورسال وود وفنترال وود. دورسال وود سنسوري والفنترال وود ايه موتور كومباين توجذر مسكوا في بعض عملوا ايه سباينال نيرف. السباينال نيرف ده ايه ميكس تمام. السباينال نيرف ده عايز سبلاي البادي كله الانتيريور بارت والبوستيريور بارت. عشان كده ديفايد انتو ايه تو ريماي. ريماي عند ديفيجن فنترال ريماي ودورسال ريماي. دورسال ريماي بيبقى ميكس والفنترال ريماي بيبقى ايه ميكس بارت تمام. شايفين انتوا الصوره ده كروس سكشن في السباينال كورد اهو تمام. وادي عندنا الدورسال هورن اللي هو السنسوري وادي الايه الفنترال هورن اللي هو الايه الموتور. شايفين الفنترال هورن مطلع لي وود اللي هو الريد كلر ده اللي هو يعتبر موتور، وعندنا البلو كلر ده اللي هو الايه السنس. هنا عملوا له سباينال نير بقى ايه ميكس نير موتور وسنس. بعد كده عمل لي بعد كده ايه ديفيجن الفنترال ودورس. فنترال الانتيريور بارت اوف ذا بادي ودورس للايه البوستيريور بارت اوف ذا بارت تمام كده. نيجي للبريك ابس. فاكرين انتوا الفيرتيبر كولم كان بيكون من ايه؟ بيكون من كام فيرتيبي؟ كان السيرفايكال كابيشن كام؟ السيرفايكال كابيشن كان كام؟ 7 7 سيرفايكال 12 فلاسك 5 لمبر 5 سيكوال والكوكوشيه اللي هي دي مختلفين تمام كده؟ نرجع للبريك ابس بقى. البريك ابس بتتكون من ايه؟ اني بليكس ان ذا بادي كومبوزد فورم او كومبوزد فورم ايه؟ فنترال ريمار. يبقى اي بلكسس في البادي بتتكون من ايه؟ فنترال مش دورس. يبقى اني بلكسس في البادي كومبوزد فورم فنترال ريمار. يبقى الفنترال ريمار هي اللي بتعمل لي اي بلكسس في البادي. مفيش دورسال في اي بلكسس. اوكي؟ هنا بريك بلكسس كومبوزد من ايه؟ فنترال ريمار اوف سي 5 6 7 8 تي 1. سي يعني ايه؟ يعني السيرفايكال نيرف سباينال نيرف بتاع السيرفايكال ليجن نمبر 5 ونمبر 6 ونمبر 7 ونمبر 8 و تي يعني ايه؟ ثلاثي. ملاحظين حاجه غريبه؟ هنا عندنا سابقا سيرفايكال فيرتيبي وهنا قلنا سي 8 دي تايبنج او خطا مطبعي ولا ايه بالظبط؟ هو دول ايه؟ دول عباره عن ايه؟ سباينال نيرف صح؟ ودول ايه؟ فيرتبرا تمام؟ يبقى في ايه؟ دي فيرتبرا بونز انما دي سباينال نيرف دي نيرف. في منطقة السيرفايكال ليجن عندنا 8 سباينال نيرفز. الفيرست سباينال نيرف اسكيب بلو سكال وبعد كده تبتدي تتكون كده يبقى
اول فيرست فاكر في التربي بلو ات ايه نمبر 2 3 4 5 6 7 حتى توصل نمبر 7 هيبقى تحتها كام 8. نقول تاني يبقى انا عندي 8 سباينال نيرفز لكن كام فيرتبري 7. يبقى فيرست سيرفايكال نيرف بقى عندي واحد زياده اطلعه منين بلو سكال بدأ اول واحد بعد كده سيرفايكال فيرتبري نمبر 1 يبقى تحتها رقم كام 2 بعد كده سيرفايكال فيرتبري نمبر 3 هيبقى تحتها كام زود زود لحد ما توصل سيرفايكال فيرتبري نمبر 7 يبقى تحتها النيرف رقم كام 8. فاحنا عندنا القاعده العامه سباينال نيرف escapes from the spinal cord below each vertebra. يبقى انا عندي تحت كل vertebra كام؟ spinal nerve واحد. فالاكسترا نيرف هنا في السيرفايكال ريجن اسكيب منين؟ below skull. وبعد كده بقى C1 تحتها cervical vertebra spinal nerve 2. cervical vertebra 2 تحتها spinal nerve number 3 لحد ما توصل لفهم ايه. يبقى احنا عايزين نفرق ان انا عندي هنا 7 cervical vertebra لكن 8 سباينال نيرف. يبقى 8 سباينال نيرف لكن 7 سباينال نيرف. البريكاب بتتكون من سبيسز فوس ترانك وبعد كده ديفيجن وكورت. اول حاجه دي محط الروت القص بتاعها بتتكون من قلنا بنت ولا ماي سي 5 6 7 8 تي 1 تمام. محط الترانك 5 و 6 جوينت توجذر عملوا لي الترانك. الترانك ده اناتوميكالي ان ابر ولا لور ولا ايه بالظبط؟ ابر. فين يعمل ايه؟ ابر ترانك. السفن الون يعمل ايه؟ ميدل ترانك. اي تو تي 1 يعمل ايه؟ لور ترانك. تمام كده؟ المرحله الثانيه الديفيجن. كل ترانك ديفايدد انتو انتيريو ديفيجن اند بوستيريو ديفيجن. بكل حاجه انتيريو وبوستيريو. تمام كده؟ الانتيريور بتاع الابر والميدل الانتيريو بتاع الابر والميدل هم مع بعض هيعمل لي حاجه اسمها لاترال كورد وبتاع اللور هيعمل لي ميديال كورد وكل بوستيريو يعمل ايه؟ بوستيريو كورد. نقول تاني لما حط كود عندنا سي 5 6 7 8 تي 1 5 و 6 ابر 7 ميدل 8 و تي 1 لور كله ديفايد انتو ايه؟ anterior و posterior. نيجي للانتيريور الابر والميدل هما دول هيعملوا ايه؟ lateral cord. اللور ميديال cord والبوستيريور posterior cord. طب ميديال وبوستيريور ولاترال ليه؟ لازم يكون في حاجه ميديال ولاترال. ميديال ولاترال يعني ايه؟ ميديال ولاترال كده خلاص. ميديال ولاترال ميديال ولاترال وبوستيريور cord related to axillary artery. بلد ايه؟ اكسلر ارتري. يبقى اللاترال كود لاترال اكسلر ارتري والميديال كود ميديال الاكسلر ارتري والبوستيريور كود بوستيريور الايه؟ الاكسلر ارتري. بس احنا عندنا الاكسلر ارتري 3 بارتس فيرست سكند ثيرد. الكود دي ريليتد للسكند بارت. ريليتد ليه؟ للسكند بارت. تعال نعدي ونرجع لها تاني النقطه دي. عايز انت ايه؟ ادرس سباينال نيرفز كام؟ سباينال نيرفز 8 سورس 12 5 5 والكوكشير كام؟ واحد بس. البنش بتاع بيكر بيكسر بس. اول حاجه في عندنا البنش نوروتس نفسها. عندي تو بنش نوروتس لونج ثواسك نيرف ودورسال سكابلر نيرف. بيفكرك بيه دول. انا كتبت كده الميديا بودر سكابلر. ايه الريليشن بين الميديا بودر سكابلر والدورسال سكابلر واللونج ثواسك نيرف؟ ايه الريليشن؟ بحاول اقرب بيت الموضوع عشان في المذاكره ما تحفظش فيه. ميديال بوردر وسكابلا. فاكر الميديال بوردر وسكابلا؟ كان نسيت انسيرشن اوف سيرفيتاس انتيريو من ناحيه الانتيريو وبوستيريو كان اللي بيتو سكابلا ورومبويدس. دول كانوا سبلاي بالدوسة سكابلا ونيرف وهنا سبلاي بمين؟ باللونج فاسك نيرف. تمام؟ فدي الهنت عشان ايه؟ تفتكر. يبقى الميديا بودر سكابلا البراش بتاع الروتس تطلع تدي تو نيرفز هما مين؟ لونج ثوراسيك نيرف ودورسال سكابلا نيرف. الهنت تفتكر بيها ايه؟ ميديا بودر سكابلا دي هنت ليك انت تمام عشان تفتكر
ان الايه المصل اللي هي على الميديال بودرز كامله سبلاي بالنيرفز اللي هي منين نود. اوكي برانش النيل من ابر ترانك سوب ستابلا ونيرف تو سب كلينس. ابر يعني فوق وسوب يعني ابر برضه تمام. يبقى السوب ستابلا جاي منين؟ من ابر ترانك. والسب كلينس يعتبر ابر مصل في البيكتورال مصل ولا لا؟ هي اعلى حاجه من البيكتورال مصل ولا لا؟ فالهنت عندك هنا ايه؟ كلمه ابر. يعني الكلام ده احسن ما اضبط لك المعلومه بس ما لهاش علاقه بعضها عشان نحاول ايه؟ نربط المعلومه مع بعض. يبقى الابر ترانك سوب سكابولا والنيرف 2 سب كليفز الاثنين جايين منين؟ من ابر ترانك وزي ايه؟ بريكيال ليفز. نيجي للكود بقى عندنا برانش من ميديال ومن لاترال والبوستيريال. اول حاجه هنعرف اللاترال عشان نستنتج منهم الميديال. اللاترال كود اول حاجه اللاترال كود لاترال بيكتورال نيرف فاكرينه؟ لاترال بيكتورال نيرف صدقني ايه؟ السيرتوس انتيريو. طب سبلاي الترابيزيوس هو اسمه بيكتور ولا هو يعمل ايه ظهري يعني؟ بقول لك انا اسمه بيكتور عمال تفكر في ايه؟ لو بقول لي انا اسمه بيكتور بقول لي سبلاي الترابيزيوس يعني مفيش لوجيك يعني تمام؟ يبقى ايه؟ لاترال بيكتور نيرف. بعد كده عندنا لاترال روت اوف ميديان نيرف. ميديان نيرف ده فيري لارج نيرف في ابر لين هاف تو روتس ميديان روت ولاترال روت. بكام روت؟ ميديا روت واتر روت زون زي السبعه كده. بعد كده حاجه اسمها ماسكولو كوتينيوس نيرف. ماسكولو كوتينيوس نيرف ده موتور ولا سنسوري؟ هو اسمه ماسكولو كوتينيوس نيرف هيبقى موتور ولا سنسوري نيرف؟ تتوقع ايه؟ ليه مش هو بيقول لك اه والله بيقول لي ماسكولو ماسل كوتينيوس يعني سكيل. هو بيقول لك انا اسمي كده اسمي ماسكلو يعني مصل كوتينيوس سكين يعني انا موتور وسنس تمام. يبقى ايه فيكس نيرف. ايه بقى الحاجه اللي قدامك وترجمها ترجمها في دماغك. انا عايز اوصلك ان الموضوع مش صعب لو انت شغلت دماغك. لو بصيت على الحاجه اللي قدامك الحاجه مكتوبه بس انت عايز تقراها بس. طب تعالى نشوف لاترال بيكتورال نيرف يبقى الميديال كود هيطلع ايه زي اللاترال بيكتورال نيرف؟ ميديال بيكتورال نيرف. طب اللاترال نوت بتاع ميديا نير ميديا كود تطلع ايه؟ ميديا نوت زي ايه؟ ميديا نير. ناخد كلمه ماسكول دي ناخد كلمه كوتينيوس تمام؟ هنلاقي عندي ميديا كوتينيوس بالار وميديا كوتينيوس وذا فور ار تمام؟ واخر حاجه الميديا كود انا عندي تو بونز في الفور ار النا وميديال صح؟ مين الميديا بون؟ النا فبالتالي هيبقى عندي النا نير ملوش علاقه بالكون بس الكلام ايه؟ قلنا يبقى انا عايز احفظ دول عشان اجيب دول. نقول تاني يبقى انا عندي اول حاجه اللطوه لطوه الايه؟ بيكتوا النيرف ولطوه الوود اوف ميديا نيرف ومسكرو كوتينيوس اسمه ايه؟ مسكرو كوتينيوس. يبقى اللطوه بيكتوا اللي قدامه ايه؟ ميديا بيكتوا لطوه الوود اللي قدامه ايه؟ ميديا الوود. بعد كده كوتينيوس يبقى كام؟ تو كوتينيوس ميديال كوتينيوس وز ار وميديال كوتينيوس وز ايه؟ فو ار. وعشان انا احط الميديال بادر هيديني مين؟ الانا نيرف. تعال نشوف البوستيريو كود. البوستيريو كود اول حاجه افتكر المصل بتاع السولدر ريجون كده تمام؟ كان عندنا نفتكر اساميهم كده كان عندنا في ستريت كان عندنا السبس كابلابس والسوبس باينيتس وانفاس باينيتس انا قلت المصر بتاع الشولدر ريجن قلت سكوتيتو كاف الشولدر كلهم هم السكس ديستويت و سوبس كابلابس سوري سبس كابلابس سوبس باينيتس وانفاس باينيتس والتينس ميشن والتينس ماين. كان عندنا كام نيرف سبلاي ليهم؟ 3 صح؟ الصب سكابلاريس والصب سكابلا هي اوبتيز ميس والصب سكابلا عشان الصب سبانيس والانفاس بانيس صح؟ وعندنا الديستويد وتيز ماين كان فيه اكزيلاري نيرف. تعال نشوف ايه النيرف اللي عندي في البوستيريو كود هنا. اول حاجه الصب سكابلا نيرف كان عندنا ابا ولور الاثنين عشان ايه؟ الابا ولور سبلاي الصب سكابلاريس
والنور الواحد بيصلي تيرس ميجر. عندنا اكزيلا منير فاكينه كان بيصلي الديستويد والتيرس ماينر. بعد كده عندنا في مصر هنا في الباك جاية من الباك كده وطلع على فوق اسمها ايه؟ جاية من الباك من قبل من هنا وطلع على فوق لاتسمس دورس نفس صلاة تحت اسمه ايه؟ ثوراكو دورس النير ادي ثوراكو دورس النير. واخر حاجة نيرف اسمه الريديال نير وده نيرف كبير جدا في الابر نير اسمه ايه؟ الريديال نير. تمام؟ يبقى انا دلوقتي عندي 3 نيرفز كانوا بيصلي الشوط مصر خد منهم 2 بس من ال 2 الصوب سكابلر ابا ولور والاكزيلا. تمام؟ ليه ما خدناش الصوب سكابلر نيرف؟ ليه ما خدناهوش؟ الصوب سكابلر جاي نيرف جاي منين؟ من ابا ولور. أبر فوق نرجع تاني يبقى صاب سكابلر والاكزيلاري والثوراكو دورسال واخر حاجه اللي هو ايه؟ الريديال نير. هنقول هنت صغير ونرجع الحته دي عشان عارف ان احنا ايه تهنا معاكم تهنا شويه معاكم. هنا بيقول لك الكود اوريت السكند بارت وكمان اوريت الثيرد بارت. ايه رايك في الجمله دي؟ الوقت في الجملة دي معناها ايه؟ اول حاجة الاكزيلاري ارتي في سكند بارت وبعده في ايه؟ ثيرد بارت صح ولا لا؟ بالاكزيلاري ارتي سكند بارت وبعد كده في ايه؟ ثيرد بارت. طيب عندنا الكود بتاع البيكاب ليبسس بعدها في ايه؟ البرانس. تمام؟ يبقى انا عندي محط الكود دي ريليتد للسكند بارت يبقى محط البرانس بتبقى ريليتد لمين؟ الثيرد بارت. نقول تاني يبقى انا عندي اكزيلاري ارت سكند بارت وبعده في ايه؟ ثيرد بارت. البريك اب ليكسس عند محط الايه؟ الكورد وبعدها في الايه؟ البرانش. احنا قلنا الكورد مين صاحب الكورد وماشي جنبه؟ السكند بارت. يبقى البرانشز ريليتس لمين؟ الثيرد بارت. تمام؟ تعالوا نقول البريك اب ليكسس بقى من ايه؟ القصه بتاعتها من الاول تاني. يبقى احنا عندنا البريك اب ليكسس اول حاجه اتفقنا ان عندنا دورسال رود سنسوري وفنترال رود ايه موتور. الدورسال رود هيطلع لي دورسال هول سوري الدورسال هول هيطلع لي دورسال رود والموتور او الفنترال هيطلع لي فنترال رود يعملوا ميكس مع بعض يعملوا ايه سباينال نيرف. سباينال نيرف ديفايدد انتو ايه فنترال وماي ودورسال وماي. الفنترال وماي مين هيعمل بلكسس في البادي دورسال ولا فنترال؟ اي بلكسر في البادي فورمد باي فنترال رومار. نيجي للبيكر بلكسس. بيكر بلكسس الود بتاعتها فنترال روماي اوف سي 5 6 7 8 تي 1 5 و 6 جوين تو جذر عشان يعمل ايه؟ ابر ترانك 7 الون ميدل 8 تي 1 لور. محط الديفيجن كله ديفايد انت ايه؟ انتيريور وبوستيريور. الانتيريور بتاع ابر والميدل لاترال كور واللور ميديال كور دول بوستيريور بوستيريور كور. ميديال ولاترال وبوستيريور لمين؟ الاكزيلاري ارت ويتش بارت سكند. تمام؟ نيجي للبرانش. اول حاجه عندنا برانش من الوود برانش من الترنك وبرانش من الكور. اول حاجه الوود اللي هي الميديال بودر سكابلا. يعني ميديال بودر سكابلا يعني المصل في الميديا بودرز كامله سبلايد النيرفز جايه منين؟ نروف اللي هما مين؟ لونج ثوراسيك نيرف والدورسال سكابلا. لونج ثوراسيك عشان السيرفيتس انتيريور والدورسال سكابلا عشان ايه؟ قلت لك كل الدورسال بتاع السكابلا كان الرومبويدز والكلام ده. وقلنا مش معانا عشان ايه؟ الانسيشن بتاعهم بس عشان ايه؟ طبعا. ابر يبقى ايه؟ صبرا يبقى صبرا سكابلا من ابر نحط عليها مين؟ الصب كليبيس مصر. نيرف تو سب كليبيا. الروز اللاترال او الكود سوري اللاترال كود احفظهم عشان اجيب مين؟ الميد. اللاترال لاترال بيكتورال لاترال وود اوف ميديا نيرف
ومسكرو كوتينس. لاترال فيكتور يبقى ميديال فيكتور، لاترال وود يبقى ميديال وود. كوتينيس اثنين كوتينيس، ميديال كوتينيس في الارم وميديال كوتينيس في ايه؟ فور ارم. بعد كده الارم نيرف. النمبرز دي نوت ريكواير، الوود بتاع النيرف مش عليك، ما تحفظوهاش. الارقام دي ما تحفظوهاش. ده 5 6 5 6 7 كان ده ايه؟ فضول. نيجي للبوستيريور كورد. البوستيريور كورد اللاند مارك بتاعتي انا بديك حاجات انت ممكن تحفظهم زي ما هم، بديك حاجات عشان في الامتحان لما تتزنق فكر فيها. المصر بتاع الشولدر سبلايد بثري نيرفز، اثنين منهم البوستيريور كورد اللي هم الايه؟ السب سكابولار اباو لور والاكزيلر. تمام؟ السواقو دورسال بتاع القزم الدورسي والريديال نيرف ده ايه؟ نيرف كبير جدا في الابر ليم، هناخد التفصيل بعدين. نيجي للريليشن بتاعتنا عندنا اهو الاكزيلر اوت اهو، وادي محطه الكوست وادي محطه البرنس، ده السكند باوت ريليتد للايه؟ للكوست، والثيرد باوت ريليتد للايه؟ البرنس. تمام؟ فهمنا المعلومه دي؟ بالاكزيلر اوت اهو ادي محطه الايه؟ الكوست وادي محطه الايه؟ البرنس. تمام؟ اخر مره عشان اعرف المحاضره تقيل عليكم. اول حاجه الريليشن بتاع الاكزيلر ايبس للنك وبيس فيها ايه؟ اهي حط ايدك على البيس ولا لا؟ سكن وفاشل. انتيو وول فيها ايه؟ بكتواليس ميجر ماينو وصب كليبيوس وفاشل. بوستيريلي صب سكابلاريس والتيرس ميجر ولا فيزموس دوس. الميديال وول ها؟ ميديا نقول فيها السيرفيتس والريبس واللاترال وول اللي هي الهيومس، وعندنا تو باصل هنعرفهم بعدين اللي هي البايسبس والايه؟ والكواكو باكيت. تمام؟ الكونتنت اكزيلري ارت فين لينف نود وتيل اوف ذا بريس اكزيلري تيل اوف ذا بريس بلس البيكيال بليكس. البيكيال بليكس از فورمد باي فينترال ماي اوف سي 5 6 7 8 تي 1. تمام؟ البرانش بتاعتي من وود 2 اللي هو الميديال بودر سكابل اللي هو الايه؟ لونج ثوراسيك و الدورسال سكابل. من ابر ترانك سوبر سكابل و سب كليب. الكورد عندنا لاترال كورد اللي هو مين؟ لاترال بيكتورال. تمام؟ واللاترال وود بتاع الميديال نيرف وماسكو تنس. لاترال فيكتور ميديال كود يبقى ايه؟ ميديال فيكتور. لاترال وود ميديال وود. كوتينيوس كوتينيوس نيرف ذا ارم، كوتينيوس نيرف ذا ايه؟ فور ارم. واخر حاجه ايه؟ الالنر نيرف. البوستيريور كود تو سب سكابولا ابر لور اكزيلاري ثواكو دورسال وميديال نيرف. السكند بار اوف اكزيلاري ارتي ريليتد للكود والثيرد بار ريليتد للايه؟ البرس.